فضيلة الشيخ، يقول السائل: سمعت من بعض العلماء فتوى بأنه لا يجوز للإنسان أن يقول توكلت، أن يقول توكل على الله أو توكلت على الله ثم عليك، ولكني قرأت. نعم، التوكل على الله هذا عبادة، فلا يجعل للمخلوق، ما يقول للمخلوق توكلت عليك، وإنما يقول وكلتك، وكلتك أو فولتك، ولا يقول توكلت عليك، هذا على الله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ايش يقول؟ يقول: ولكني قرأت في فتوى اللجنة الدائمة جواز ذلك، لأن معناه تفويض الأمر لله، والعبد يفوض فيما يقدر عليه. أي يفوض، لكن بغير لفظ التوكل، بل يفوض بلفظ التوكيل، فالفتوى فيها نظر، لأنهم لم يدققوا في هذا الموضوع. وقد نص على هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، أنه ما يجوز أن تقول توكلت عليك، نص على هذا في فتح المجيد وغيره. نعم.